تشارك مجندات قوة أمن المسجد الحرام لأول مرة في موسم الحج مع أقرانهن من الرجال الذين يعملون على تنظيم حركة المصلين داخل المسجد الحرام وتسهيل دخولهم إليه. نعم، حيث تتولى المجندات مهمة حفظ الأمن والنظام وإعانة المحتاجين وتقديم المساعدة لهم إلى جانب عمليات الإرشاد ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمتابعة الأمنية لكل ما يخص الجانب النسائي في الحرم المكي. دعوة من حاج تكفينا، تنسينا كل التعب. أن تكون في خدمة حجاج بيت الله الحرام فهو شرف عظيم، وأن تقف على أمنهم وسلامتهم في أطهر بقاع الدنيا فهنا تكمن أسمى الأعمال وأجلها وأكملها شرفا. تقف مجندات قوة أمن الحج والعمرة في صحن المطاف وبين أروقة المسجد الحرام لرعاية الحجاج وتقديم الخدمة لهم وضبط الأمن مع من يحاول الإخلال به. الحمد لله، ربي من علي أعمل في هذا البيت لخدمة ضيوف الرحمن. طبعا عندنا أكثر من جانب، عندنا جانب أمني وجانب إنساني وكذلك تنظيمي. إيش أفضل من إننا نخدم ضيوف الرحمن؟ هذا فضل من الله، وإن شاء الله إننا نكون قد الأمان اللي نحطينا فيها وقد المكان اللي إحنا فيه يا رب. جنبا إلى جنب مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام، تباشر عشرات المجندات أعمالهن في أرجاء الحرم المكي الشريف في مختلف الجوانب الأمنية والإنسانية والتنظيمية عبر دورات عسكرية تخرجن منها. ساهمت المرأة السعودية من خلال تمكينها في تحقيق نجاحات متتالية في مختلف المجالات، وها هي اليوم تساهم بشكل فاعل في تسهيل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ورعاية زواره وعماره.